السلام عليكم، هاو ار يو، كيف الحال؟ ان شاء الله تمام. طبعا اليوم راح يكون عندنا reading part 2، الجزء الثاني من القراءة. والاسبوع الجاي كله اوف، يعني هاي اخر حصة، ونلتقي ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله. وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، يا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية. فما راح اتواصل معكم، راح اوقف تواصل لانه ما في واجبات، خلاص بنتواصل مش الاحد الجاي، اللي بعده. تمام، انا بختفي وانتو بتختفوا خلال هاي العطلة حتى نريح شوي. اليوم رح ناخذ البارت 2 من الريدنج ان شاء الله. بل حكينا احنا عنا ايميلز بنبعثه من مدرسة لمدرسة. المدرسة الاولى اسمها براون بارك سكول، موجودة بنيويورك USA، وهي من طلاب الصف الثالث، ثيرد جريد ستودنتس. بعثوها لمين؟ لويفر تري سكول، موجوده باستراليا، بالتحديد منطقه سيدني. وبرضه شو بيحكوا عندهم اشياءات يعني اثناء الدراسه. طبعا ركزنا انه هذول ما بيلبسوا يونيفورم، بس هذول بيلبسوا يونيفورم. هذول بركزوا على التراك سوت، البدله بالبي اي. هذول عندهم بي اي 4 حصص بالاسبوع، يعني مكيفين اخر اشي يعني. اوكي، وطبعا هاي البيكتشرز او الفوتوز تبعون طلاب الصف الثالث، ما شاء الله هذولا وهذول. ننتقل الان اخر سؤال حكوا لهم شو الاكويبمنت اللي انتم بتستخدموها في حصة الرياضة، يعني ادوات رياضية، مواد. هلا بدهم يردوا عليهم، فهلا مين اللي بده يرد؟ براون بارك سكول راح يردوا على ويفرتي سكول، بقول هلو فريندز ان سيدني. طبعا في عنا التيم، البيسبول تيم، فريق كرة القاعدة. بقول thanks for your email and the photo، شكرا على الايميل والصورة. طبعا البي والاتش دائما بنلفظها اف، فوتو معناها صورة. yes we play baseball، بيلعبوا البيسبول، هيها. we wear black trousers، طلع شو لباسهم، التراوزرز لونه بلاك، التراوزرز بنطلون يعني بنطال، شو لونه؟ بلاك. and white and red t-shirt، والتيشيرت هذا شو لونه؟ white و red. اوكي، هاي الفوتو احنا بنطلع عليها. وفي لابسين red cap، الطاقية الحمراء، طبعا مش ذاكرينها. we play with a long thin bat، هلا البيسبول عدا عن اليونيفورم اللي بيلبسوه بيكون معاهم ايش لونه؟ white and red، طويل ونحيف، white and red هيك، اللي هو المضرب، يعني زي المضرب اللي بيلعبوا فيه. اوكي، هارد بول، كرة خشنة، هيك الكرة تبعت البيسبول خشنة، هارد، هارد معناها خشن، هنا راحت، هارد خشن. طبعا سمول صفتها انها صغيرة. some players also wear big gloves and some have to wear a helmet، بعض اللاعبين، طبعا players معناها لاعبين، شو بيرتدوا؟ big glove، هيو الجلوف هذا زي هذا، طلع. والبعض الآخر بيلبس ايش؟ helmet. طبعا مين اللي بيلبس الهلمت والجلوف؟ الهلمت بيلبسها اللي بيصد الكرة، والجلوف بيلبسها اللي بيرمي الكرة. تمام، there are two teams of 9 players، احنا عندنا فريقين بيسبول، كل فريق بتكون من 9 لاعبين، 9 players. on Saturday، يوم السبت، we play matches، بيلعبوا matches، matches مباريات، هاي كلمة جديدة، against، ضد other school، مدارس أخرى، يعني فريق البيسبول في هاي المدرسة بيلعب ضد فريق البيسبول في مدرسة أخرى. our team is the best، فريقنا هو البيست، الأفضل. do you have sport competition at your school، عندكم competitions، مسابقات رياضية في مدرستكم، تعملوا مباريات يعني. bye for now class 3 براون بارك سكول، هلا هاي البيسبول تيم، وحكينا شو لابسين وشو هاي اللعبة. طبعا سألوهم سؤال انه شو اللي عندكم كومبيتيشن، خلينا نشوف ردهم في عندهم ولا ما عندهم. شو بقول هلا ويفر تري بدها ترد على براون بارك، شو بيحكوا لنا؟ thanks for your email and the photo، شكرا على الايميل والصورة. yes we have sport competition، عندهم مسابقات أو منافسات في إيش؟ في السبورت، في الرياضة. this week there is a swimming competition، عندهم مسابقة إيش؟ swimming، سباحة. at our school there are medals for the winners، هلا الوينرز الفائزين، طبعا ركزوا على الكلمات الجديدة، الفائزين بيحصلوا على medals، ميداليات.
We have to bring a swimming costume. هلا ما يجي يسبحوا لازم نلبس أو يجيبوا معهم زي السباحة الخاص طبعا، ولازم يجيبوا السويمين كاب والجوجلز النظارات الواقية وفليب فلوبس and towel منشفة. And we have to wear track suit. لازم كمان يلبسوا بدلة رياضية. Bye from Sydney, class 3, Waver 3 school. إذن هذول بركزوا على البيسبول، هذول بركزوا على السويمينج، وهذول إلهم زي معين، وهذول إلهم زي معين وأغراض خاصة للسباحة إلهم المفردات اللي إحنا تعلمناها. بدنا نركز نحفظ هذول الكلمات. Competition, competition مسابقة. Match مباراة. Medal ميدالية. تيم فريق. يونيفورم زي رسمي. وينر رابح أو فائز. أعيد طلع لي. competition competition هذا مقطع التي والآي والأو والآن اسمه شن، اسمه شن. competition match مباراة. ميدال تيم. يونيفورم وينر اللي هي الرابح. تمام هذا التدريب نسيب يا مبنية بس بدي حل هذول التدريبين. The text are هذول اللي قريناهم هل هم letters ولا emails؟ قلت لكم بارح emails. إذا هاي الإجابة الصحيحة. The school are in المدارس وين محلها؟ بال USA أستراليا ولا الأستراليا وال UK؟ طبعا USA يعني United States of America وال UK United Kingdom اللي هي British Britain Great Britain بريطانيا يعني. فهلا وين كانت المحادثات؟ طلع علي من USA لأستراليا. إذا وين؟ USA وأستراليا. هاي الإجابة الصحيحة. تمام فقط هاي هي. حلوا الكلمات، ركزوا على الكلمات الجديدة وحاولوا تحفظوهن وحلوا التدريبين اللي هنا. ويعطيكم العافية. See you after 10 days. Goodbye.